مشاهدينا، وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الناطق الرسمي باسم الائتلاف الوطني الجنوبي أحمد سالم فضل. سيد أحمد، مرحبا بك. بداية، ما دلالات الدعوة إلى وقفة احتجاجية من قبلكم في محافظة أرخبيل سقطرة؟ أولا تحية لقناة المهرية على مسارعتها الكثير من الأمور على مستوى الساحة، خاصة الساحة اليمنية سواء في الجنوب أو في الشمال. وطبعا من دلالة الوقفة الاحتجاجية نحن ائتلاف سياسي، ونحن عندنا رأي نعبر عن رفض هذه الأعمال اللي هي أعمال تدمير ممنهج لجذورنا وأراضينا وسيادتنا، يعني سيادتنا تتمزق يعني. فطبعا نحن لسنا مع هذه الأعمال اللي هي لا تمس للعقلانية بشيء. يعني هذه جزيرة سقطرة جزيرة معروفة، جزيرة ذات إرث عالمي وفيها كثير من النباتات وكثير من الخصوصية العالمية يعني. فنحن نستغرب ماذا يريدون في سقطرة؟ ما هو الدافع لهذا؟ فالوقفة وقفة احتجاجية من دعاء الائتلاف كواجبة الوطني أن يدعي، ولدينا نحن أعضاءنا في الجزيرة هم تبنوا هذه الفكرة ونحن معهم قلبا وغالبا. و طبعا نحن لدي العقلاء سواء في دول الاقليم الذي تمارس هذا العبث يعني. طيب، والاخوان في الاداره الذاتيه ندعيهم للالتزام بما وقعوا عليه في الرياض، وقعوا على القاء اعاده الوضع على طبيعته قبل التمرد اللي حصل من قبل هذه الميليشيات، واعاده السلطه المحليه في اداره شؤون المحافظه، هي محافظه سقطرة، وترك شان ابناء سقطرة لشانهم هذه منطقة مسالمة. ولن تعرف هذه الفوضى العارمة منذ ان اسست هذه من عنده ان كونها الله في هذا المحيط. طيب نعم، يعني سيد احمد، يعني موقفنا نحن نعم. ودلالاتنا بالرغم يعني من يعني تضمن آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، إلغاء الإدارة الذاتية التي تتبناها ميليشيا الانتقالي، لكن يعني لم يحدث أي انسحاب أو إلغاء في سقطرة حتى الآن، ما تعليقكم؟ والله نحن نلاحظ أنه الأخوان في الانتقالي كلما وقعوا شيء نكثوا، وكأنهم يمارسون التقية أو بعض الملاعب الذي تقطب شيء وتتحدث بشيء اخر. فان هذا العمل هذا هو ينعكس عليهم على مصداقيتهم اول. وثانيا يعني لن يصمد هذا الكلام والمماطل، لانه هنا حقوق وهنا ناس متمسكه بحقها وارضها، يعني مهما كانت قبروت اي قوه تدعمها كان اقليميه او غير اقليميه للمماطله او للتسويف يعني. فنحن طبعا ندعيهم للتوقيع، ما وقعوا امام العالم وتوقيعهم مشؤول. والمماطله ليس في صالحهم هم بدرجه اساسيه للمماطله، لان الحق سوف يصمد مهما كانت المناورات يعني. فانا اعتقد ان هذه مناورات ومناورات في الوقت الضايع يعني، لن تفيد بالتاجيل، فقط هي ممارسات تعذيب ابنائنا سواء في المناطق المحرره في الجنوب او في جزيره سقطرة او في العاصمه المؤقته عدن. هذه مماطلات للتعطيل، تعطيل ممنهج يعني عكس الخدمات، المواقف المتشنقة، الفراغ الأمني، ما هي النتيجة؟ إذا كان هذا كيان سياسي يريد يخدم الناس يجب أن يعيد القراءة الصح ويشتغل بعقلانية. الاستقواب بشيء أو استقواب قبيلة أو هذا لن يبدي يعني. سيد أحمد، يعني فيما مضى اشترط الرئيس هادي قبل الدخول بأي مفاوضات لتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، يعني قبل الجلوس اشترط إلغاء الإدارة الذاتية من قبل ميليشيا الانتقالي، ولكن لم تنفذ ميليشيا الانتقالي هذا الأمر وتم تمرير الاتفاق. بالتالي ما الذي يمكن أن يحصل في ظل هذه المعطيات؟ لا، هو أنا صحيح لك المعلومة أنه أصدر الانتقالي بأن بيلغى الإدارة الذاتية، يعني القرار صدر فقط المماطلة في التنفيذ يعني. أما قرار هو ألغى يعني سيد أحمد، هو يعني كلاما ألغى، هو حبر على ورق فقط يعني بالنسبة للانتقالي، لكن لم ينفذ على أرض الواقع. والله نعم، أنا تحدثت في بداية الكلام أنه هذا التكتيك أو المماطلة لا يخدم الانتقالي نفسه. هو وقعوا بيان مشهور عقب التوقيع، عشان نزل بيان عبر ناطقه الرسمي انه القى الاداره الذاتيه،
في عدن في مؤشرات هناك انه الوضع غير الان. قبل التوقيع كان قبل القل هذا الدرجه دي كان شيء، الان الوضع مختلف في عدن نسبيا. الان عبرت ايش شفت تتضح الصوره بعد مباشره العمل، لانه تم تقريبا انه نوع من التحالف في عدن بالنسبه هذا ما يلاحظه المراقبون يعني، انما هل في جديد هذا موضوع اخر. لكن قانونا وشرعيا هي سقطت هذه الاداره الذاتيه، ومن افواه من ادعى بهذه الاداره الذاتيه الوهميه اللي هي ليس لها وجود اصلا. هي مجرد مجموعه ميليشيات تتحكم في مفاصل النقاط وفقط. ليس لها اساس لا محاسبي ولا علمي ولا نعم. سيد أحمد، يعني في ظل الانتهاكات التي مارستها ميليشيا الانتقالي بحق شخصيات قبلية وناشطين أيضا، برأيك في حال نظمت هذه الوقفة الاحتجاجية في الجزيرة، هل سيشكل هذا الأمر عائقا فيما بين المحتجين وما بين ميليشيا الانتقالي؟ والله هذا الصوت يعني صوت أبناء، عدد من أبناء الجزيرة يرفعوا صوتهم ونحن نساند هذا الصوت. هذا ناس مسالمين ومن حقهم هذه أرضهم وكلمتهم يجب أن تكون مسموعة يعني. نعم. هم أدرى بمصلحتهم من يأتي واحد من محافظة أخرى أو من دولة أخرى يجي يتحكم في ناس يعني من حق هؤلاء الناس. أما أي ممارسات أخرى، أي واحد يرتكب جرائم ضد الناس لن تسقط بالتقادم مهما خلقوا من فوضى في هذا العصر أو في هذا الحقبة الزمنية. نعم. الجرائم اللي ضد الإنسانية لن تسقط بالتقادم. إذن السيد أحمد سالم فضل الناطق رسمي باسم الائتلاف الوطني الجنوبي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.